أعمالنا اليدوية رمز ثقافتنا، عنوان مهرجان المعرض الخيري الذي يتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة بحضور 35 مشاركا ومشاركة، ويعود ريعه لأسر الشهداء. عملنا هالمعرض في إقبال كبير، في 35 مشترك ومشتركة، يعني كثير شغلات، في فوبيجويات وألبسة ومأكولات وليزر كات، وفي كثير إقبال من المشتركين ومن الزوار. أغلبهم يدوية. نحن قلنا يعني لازم يكون أكثر يدوي مشان يعملوا دعاية لمنتجاتهم، ما عندهم محلات، مشان يعملوا دعاية ويبيع منتجاتهم. المعرض تضمن العديد من الصناعات الحلبية من أشغال حرفية ومأكولات وحلويات، والذي عبر عن ثقافة حلب وعراقتها. المرأة هلأ السورية مشهورة بأعمالها اليدوية، ونحن قدر الإمكان عم نحاول إنه نشارك بأعمالنا. أنا شاركت بالإكسسوارات وكله صنع يدوي. المعرض كتير حلو، وأنا مشاركة بالأشغال اليدوية، ونحن عنا أجواء العيد كتير حلو، يعني ببعث الأمل لسوريتنا الحبيبة، إن شاء الله خير لبلدنا. كل سنة وأنتم سالمين، وشكرا لهالفعالية. في شغلات كتير غريبة يعني ما بتشوفوها بالسوق، بتشوفوها هون موجودة ومشغولة ومتعوبة عليها. مشاركة بملابس رياضية براند لكي، منتج جديد على البلد ما هو متواجد كتير، خامة ممتازة، موديلات جديدة، حبيت أعمل شيء محروف يعني ما يكون متوفر كتير بالبلد. كل منتجاتنا وطني، شغل هون تمام، عم نحاول نعوض عن المستورد الأجنبي. يعني اليوم كلنا بنعرف الأزمة اللي واقعين فيها، عم بصير صعب شوي نستورد الأجنبي، فعم نحاول نلبي احتياجات السوق من عنا. شغلنا يعني كتير كتير ناجح ومفيد، في شغلات جديدة، أفكار جديدة، خاصة هون في شغلات للصحة وللرجيم كتير كتير. أنا حبيت مثلا في طاولة كتير كتير، يعني مبادرة منها كتير كتير منيحة. المعرض كتير جيد، يعني حسسنا بفرح العيد، في إقبال لا بأس فيه، يعني كتير جو حلو، تعرفنا على ناس طيبين، في ناس بتجي من غير محلات بتحب تتسوق من عنا باعتبارنا نحن منبيع جملة. خطوة تؤكد ضرورة الحفاظ على الصناعات السورية، وأن المرأة عنصر أساسي في بناء مجتمع صناعي متجدد.